السلام عليكم. اليوم عندنا حصة بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، وغادا تكون تتمة ديال لاكتور النص اللي كنا شفنا سابقا. هذا النص هذا اللي كيكتب فيه الرسالة لأب الابن ديالو، واللي كانت رسالة مشوقة صراحة ومعبرة لجميع أفراد المجتمع، ماشي غير للتلاميذ فقط. إذن اليوم غادي نشوفوا الصفحة 59 ديال الأسئلة المتعلقة بهذا النص. قبل ما نبداو كالعادة كنتمنى أنكم تدعموا القناة باشتراك ولايك وبارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. On commence par je lis et je comprends. يعني pendant la lecture، يعني قرينا النص وشرحنا النص في الحصة السابقة. دابا غادي نجاوبوا على هذه الأسئلة. À partir du texte entoure les bonnes réponses de ce tableau. يعني عطينا هنايا أربعة ديال ثلاثة ديال الفخاز باردون. إلا كانت صحيحة نديرو وي، كانت خاطئة نديرو نو. يعني هنايا طالبين منكم غير اونتور لي بون ريبونس فقط. كانت وي نديرو وي، كانت نو نديرو نو، على حسب الجملة واش صحيحة أو خاطئة. إذا نبداو بالفخاز الأولى. أن فيس إكخي أون لاتر أ سون بار بوغ لوي دوموندي باردون. قالك هنايا الطفل كتب واحد الرسالة للأب ديالو باش يعتذر منه اولا باش يطلب منه الاعتذار. اذا هنا واش خاطئه ولا صحيحه؟ حنا كنعرفوا بان هاد لا ليتر هادي ليتر دان بير ا سون فيس، يعني الاب هو اللي كتب رساله للابن ديالو، ماشي الابن هو اللي كتب الرساله للاب ديالو، مفهوم؟ اذا هنا نو يعني خطا. لو بير راكونتي دي زيستوار ا سون فيس كون ايل ايتي بوتي، يعني الاب كيحكي الابن ديالو واحد القصة ملي كان صغير. نعم، اذا هنايا راه كيحكي ليه، قال له ملي كنتي باقي صغير انسي دو سويت. راح نشرح له النص. ندوزو سي لونفون ايمي بروندر سون بان كونتيل بيتي. هنايا هنا الطفل كان كيعجبو يمشي للدوش ملي كان صغير. إذن إلى رجعنا للنص هنا، أو إلى رجعنا وشفنا الشرح ديال هذا النص هذا، راه عندكم في الفيديو، راه غادي تلقاوه في فلاشين في القناة ديالي، الشرح باللغة العربية. غادي تلقاو بأن هاد الطفل ما كانش كيبغي أنه يمشي للدوش، ما كانش كيمشي للدوش. إذن كنديرو نو. دوز السؤال الثاني. اسكو لو بير اي ديجا فيو جوستيفي تا ريبونس. قالك هنا واش هاد الاب هذا راه كبير في السن، يعني راه شارف فيو شيخ ملي كتب هاد الرساله، واش كان كبير في السن. اذا الى رجعتوا للشرح ديال النص غتلقاو بانه كان مازال ما كبرش في السن، لانه كيهضر، لان الاب هنا في هذه الرساله هذه كيهضر على المستقبل، كيقول الابن ديالو ملي نكبر اشنو دير واشنو دير واشنو دير. يعني ماشي قال له ماشي راه في هذه الحاله هذه راه هو كبير، كيقول ليه ملي نكبر يعني في مستقبلا، مفهوم؟ اذا هنا كنديروا نو، يعني راه الاب ماشي ني با فيو، il parle de l'avenir. يعني نكتبوا مثلا il parle de l'avenir quand il sera vieux un jour je me verrai vieux. اذا هنايا نكتبوا il parle، يعني الاب كيهضر على المستقبل. il parle de l'avenir de de l'avenir. Il parle de l'avenir. كاينه واحد لا فراز tu me verras vieux. خصني نكتب في ورقة لأن الاسباس هنا ما كيقدنيش. إذا ندوز السؤال رقم ثلاثة. Comment doit agir l'enfant si son père ignore les nouvelles technologies؟ يعني كيفاش خص الطفل يتصرف ملي الاب ديالو كيجهل التكنولوجيا الجديده، ما كيفهم فيها حتى شي حاجه؟ اذا هنا
كنقولوا il doit شنو قال ليه الاب ديالو خصك تعطيني لو طون خصك تعطيني لو طون il doit laisser le temps d'apprendre il ne doit pas se moquer de lui هادشي اللي طلب منه الاب ديالو قال له خصك تعطيني الوقت il doit lui laisser le temps d'apprendre et ne pas il ne doit pas se moquer de lui يعني خلي له الوقت عطيه شويه الوقت باش يتعلم وما تضحكش عليه موكي هي كتضحك عليه مفهوم اذا سؤال رقم 4 de quoi fait preuve un père pour apprendre à lire à son fille à son fils قال لي هو في السؤال رقم 4 il doit faire preuve de patience يعني خص يكون صبر ندوزو السؤال 5 quand le père a les jambes fatiguées يعني ملي كيكون الاب رجليه كيضروه que demande-t-il à son fils choisis la bonne réponse شنو يطلب من الابن ديالو قال ليه ملي يكون رجليا كيضروني يعني ملي يكون ملي يكونوا ركابيا لي جامب رجليا كيضروني شنو طلب من الابن ديالو عندنا ثلاثه ديال الاجوبه دو نوفيل شوسيغ ولا دي ميديكامون ولا دو لا باسيونس واش غطلب منه انه ياخذ ليه واش طلب منه انه ياخذ ليه مثلا شي احد حذاء جديد ولا حذاء جديد ولا طلب منه انه يجيب ليه الدواء اولا طلب منه الصبر الى رجعتوا لهذا النص هنا رانا شارحه في الفيديو اللي قبل غادي تلقاو بان الاب طلب من الابن ديالو قليل من الصبر اذا هنا ناخذ الجواب سي ندوز السؤال رقم 6 كاتيو ريسونتي على ليكتور دو سيت لتر كاتيو ressenti à la lecture de cette lettre اذا هنايا السؤال قال لك شنو باش حسيتي ملي قريتي هاد الرساله شنو الاحساس ديالك ملي قريتي هاد الرساله كنلاحظوا بان الاب كيشرح كيحاول يعبر على الاحاسيس ديالو يعني باش كيحس هو هنا كنقولوا il exprime librement ses propres sentiments librement ses propres sentiments S à la fin هنايا راه كيرجع لكم الاختيار تقدر تكون عندكم نتوما شي فرضيه اخرى اذا نبداو بالسؤال رقم 1 كيلي لو تيب دو سو تيكست يعني شنو نوعيه النص واش هو انفورماتيف يعني كيعطيني واحد المعلومات اولا انجونكتيف يعني نص سردي باردون ماشي انجونكتيف ناراتيف يعني واش كيسرد ليا واحد القصه اولا انجونكتيف كيكون فيه لامبيراتيف في النص كيكون مصرف لامبيراتيف يعني كنقولوا دوني موا سوفيان موا اكسكوز موا هادو سوفيان توا مثلا كنقولوا بحال هكا كيكون فيهم لامبيراتيف كنقولوا مثلا دوني موا ايدي موا ايد موا هادو ملي كيكون مصرف لامبيراتيف كنقولوا بلي راه تيكست انجونكتيف اذا هنا عندنا تيكست انجونكتيف السؤال الثاني غوليف ان فيرب كي اكسبريم ان اوردر يعني نجيب واحد الفعل اللي كيعطي واحد لوردر اي ان اوتر كي اكسبريم اون انتيرديكسيون يعني المنع الى رجعنا للنص نعلقوا هنايا بلي ها هو كاينه دون موا يعني اعطيني هذا راه امر دون موا كاينه كذلك ايكوت موا هادو كيعطيو لوردر ندوزو دابا لانتيرديكسيون ن م ريغارد با ن م ريغارد با فوالا
انا كنخرج لكم بناء على انكم راكم فاهمين النص، لان النص راه ديجا شرحته لكم باللغه العربيه، راه تلقاوه في الرابط عندي. دون لو دوزيام باراغراف كيسكو كو لو بير ابري ا سون فيس، يعني قال لك في الفقره الثانيه الاب شنو علم الابن ديالو. غنرجع معكم للفقره الثانيه. ها الفقره الثانيه، كونتي كونستات مون انيورونس دي نوفيل تكنولوجي، قال لهم ملي تشوفني بانني كنجهل في التكنولوجيا، يعني جاهل في التكنولوجيا ما كنفهمهاش، دون موا لو طون نيسيسير، تاني الوقت الوقت، اي نو مو ريغارد با افيك سو بيتي سورير ايرونيك، وما تخلي ما ديرش ليا زعما داك الضحكه الصفراء كما كنقولوا حنا. جي او توت لا باس، يعني انا صابر، كان عندي الصبر كامل اتابخوندغ لالفابي باش نعلمك الحروف. اذا شنو علمو الاب؟ علمو لي زالفابي او بيان لالفابي. نعم. اذا السؤال 4، كو فوزي لو بير دون كون سون فيس ابروني ا مارشي، ملي كان كيتعلم يمشي شنو كان كيدير الاب؟ il le tient fort، il le tient fort. فوالا. دابا ندوزو نشوفو هاد الاسئله هادو اللي لتحت. هنا عندكم فقط الشرح ديال الكلمات. ندوزو نشوفو جو مي فالي. كو دوموند لو بير ا سون فيس سوليني لا ريبونس كي كونفيان، شنو طلب الاب من الابن ديالو؟ سطر على الجواب الصحيح. واش بخون سوان دي بيرسون اجي، قال له واش قال له اهتم بالاشخاص اللي كبار في السن، ولا بخون سوان دو، ولا قال له اهتم بي، يعني اهتم بالاب ديالو، اهتم بيا، ولا قال له ريسيتي توت لالفابي، عرض ليا مثلا الحروف، ولا دو ليسي دورمير سور سون ايبول، ولا قال له خليني نعس على الاكتاف ديالك. اذا الاب اللي طلب، الاب طلب حاجه واحده من الابن ديالو، هو انه يتهلا فيه، يا فرانسوا دو لوي يتهلا في الاب ديالو. اذا السؤال الثاني، غوليف دون لو تيكست 3 دوفوار دان بيتي انفير سون بير، يعني خرج ليا من النص واحد ثلاثه ديال الواجبات ديال الابن تجاه الاب ديالو. اذا اول حاجه خصنا نديرو هي برون باسيونس، يعني برون سوان دو لوي، يعني يصبر، ما كاينش حاجه يتهلا فيه، يصبر على الاب ديالو، برون باسيونس افيك لوي، يكون صابر عليه. الاب ديالو غيكبر في اللاج، ما خصوش يبقى يعايرو او يديروا لك الضحكه الصفراء او لا هادي، لان الاباء ماشي بحالنا حنا، حنا عاصرنا التكنولوجيا، هما هادي شحال ما كانوش كيعرفوا التكنولوجيا. الا شفتي باك ما كيعرفش شي حاجه، علمو ولا صبر عليه تيتعلم. برون باسيونس افيك لوي، باسيون افيك لوي. شنو اخر؟ سو تنير، تعاونو. هي شنو اخر؟ نو با سو موكي دو لوي، ما تضحكش عليه. نو با سو موكي دو لوي، نو با سو موكي دو لوي، يعني ما تضحكش عليه. الوغ هكا غادي نكونو سالينا هاد الحصه هادي، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شي حاجه وصلتكم الفكره، لا من الشرح ديال النص او لا من الاسئله اللي خدمنا اليوم. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم، واراكم في حصه قادمه ان شاء الله.